صباح الخير. اليوم حنحكي على الـ diverticular disease of the colon، ونحكي شوية كمان على الـ diverticulae as a whole، يعني الـ diverticulae اللي موجودة كمان في الـ small intestine. طبعا الصورة اللي موجودة اللي محطوطة توريكي انه هذه small intestine وهذا colon. كيف بنفرق السمول انتستين من الكولون؟ انه الكولون فيه الثلاث حاجات اللي قلنا عليه، اللي موجود فيه الهوستريشن، موجود فيه التينيا كولاي اللي هي هذه ماشيه برا، اللي هي اوتر لونجيتودينال ماسل لاير اوف ذا كولون، موجوده في كل الكولون لغايه الريكتو سيجمويد جانكشن. طبعا والابندكس فيش فيها كمان تينيا كولاي، يبقى هذه التينيا كولاي وهدول الابنتيسز اوبيبلويكي. يبقى ثلاث حاجات موجودة في الكولون مش موجودة في السمول انتستين: تينيا كولاي، ابنديسز ابيبلويكي اللي هي الباجز اوف فات، وثالث حاجة الهوستريشن اللي هي السيجمنتيشن، نتيجة انه التينيا كولاي طولها اقل ب 30 سنتي من طول السيجمويد، من طول الكولون، وحكينا هذا زمان في الاناتومي. وهذه الدايفرتيكولي موجودة في السيجمويد كولون اللي هي اكثر منطقه بيكون موجود فيها الداي فيرتيكال. طيب ايش اللي هو الداي فيرتيكولار ديزيز؟ It is the spectrum of clinical presentation associated with the presence of diverticulae. شايفين هذا سيجمويد كولون في ال out pouching of the colonic of the colon mucosa اللي called diverticulae. يبقى spectrum of clinical presentation associated with the presence of diverticulae. يبقى هذه الجيوب اللي موجودة وجودها اسمه diverticular disease اللي هنحكي عنه كمان شوية. هي عبارة عن outpouching of the colon called diverticulae. هي في السيجمويد colon بتكون false diverticulae. False diverticulae لأنها عبارة عن بس فيها ميوكوزا وسب ميوكوزا، ما فيش فيها كل layers of the bowel. يبقى الdiverticulae ممكن تكون true diverticular. يبقى كل layers of the bowel، شايفين المصل الظهر طالعة في الdiverticulum. يبقى this is true diverticulum زي الميكلز diverticulum. وممكن تكون pseudo diverticulum اسمه tract pulsing diverticulum او false diverticulum، لانه عبارة عن ميوكوزا and sub ميوكوزا، ما فيش فيه muscle layer. يبقى diverticular disease of the colon is a pseudo diverticulum. Why? Because it doesn't contain في diverticulum itself، هاي اللي طالع لبرا، ما فيش فيه muscle wall. Okay. طيب. يبقى this is a the diverticulae. But diverticular disease زي ما انتم شايفين، ونعيد تاني false diverticulum. يبقى ما فيش في ميكوزا او سب ميكوزا وما فيش في muscle wall. شايفين؟ فيش في muscle wall. فهذا اسمه false diverticulum. هذا المسل هنا. True diverticulum اسمه traction TT. True traction diverticulum موجود في كل layers of the bowel. تمام؟ هذا ال diverticulae of the colon. ال diverticulae بتطلع وين؟ وين ال artery اللي اسمه vasa recta بيخش على الميوكوزا. هذا ال artery، شايفين هذول ال artery؟ هذه weak area، ممكن يطلع منها مكانها عند الخرم اللي موجود فيه الفازاريكتا يطلع الدايفرتيكولي. يبقى الدايفرتيكولي occur at the point where the blood vessel penetrate into the muscle عشان يروح للميوكوزا والسب ميوكوزا. طبعا هذه الميوكوزا والسب ميوكوزا ال point اللي بيعدي منها البلاد فيسل اللي اسمه الفازا ريكتا
هذه ويك بوينت بيطلع منها الداي سوري الداي فيرتيكولار. يبقى the vasa recta previa او vasa recta بس احنا بنقول عليه the point where it enters into the mucosa of the mucosa is a weak spot. هنا هذه المنطقة اللي بيطلع منها الدايفرتيكولو. اوكي يبقى دايفرتيكولي اوكير وير ذا فازا ريكتا اللي هو زي هنا بينتريت ذا باول وول. موجودة مش موجودة في الانتي ميزنتريك بوردر. يبقى هنا شايفين هذه الميزنتري وهذه البلاد فيسلز اللي ماشي في الميزنتري. الدايفرتيكولي مش موجودة في الانتي ميزنتريك بوردر of the colon. ليش؟ لأنه في المنطقة هذه فيش artery vasa recta يخش. يبقى where there is vasa recta entering بيكون في عندنا diverticular disease. في ال anti mesenteric border ما فيش vasa recta بيخش يبقى ما فيش diverticular disease. يبقى diverticular disease where the vasa recta enters into the mucosa أو submucosa where there is no vasa recta زي في الانتي ميزنتريك ريجن there is no diverticular disease. يبقى ايش اللي بصير؟ protrusion occur يعني الجيب او الدايفرتيكولار occur. الجيب هذا اللي هو false pulsion diverticular occur at the point where the vasa recta penetrate through the muscle layer. يبقى بيعمل break in the integrity of the colonic wall. بعدين بصير weakness في الوول نتيجة either compression or erosion وبيطلع الدايفرتيكولي. تمام؟ يبقى هذه الباثوفيسيولوجي أو sequence. يبقى أكثر two complication من الدايفرتيكولار ديزيز يصير perforation أو يصير bleeding. واللي حنحكي عنها كمان شوية. يبقى الدايفرتيكولار ديزيز كان ليد تو ايذر perforation or bleeding. يبقى الباثوفيسيولوجي وبنسألكم اياه اكتر اشي why diverticular disease occur in the sigmoid colon. اوكي ليش السيجمويد كولون بالذات اللي بيصير فيه diverticular disease؟ لانه في هاي بريشر زون ان ذا سيجمويد كولون. اوكي يبقى في هاي بريشر زون within the muscle of the sigmoid colon. اوكي وفي هاي امبليتيود اوف سيجمنتال كونتراكشنز. يبقى هاي بريشر زون ان ذا سيجمويد هاي امبليتيود اوف سيجمنتال كونتراكشنز. سيجمنتال كونتراكشن اللي هي ميكسينج موفمنت اللي اخذناها زمان في الفسيولوجي. هدول هم اهم سببين بصير فيها الدايفرتيكولي اكثر شيء في السيجمويد كولون. لانه هاي بريشر زون لانه في هاي امبليتيود اوف سيجمنتال كونتراكشنز. طيب ليش في هاي بريشر زون في السيجمويد؟ لانه هو اكثر منطقه ضيقه في الكولون. يبقى هاي بريشر زون ان ذا سيجمويد بيكوز ات از ذا ناروست بارت في الديامتر اوف ذا كولون. يبقى ليش الدايفرتيكولي مش كومون في السيكام؟ لانه ات هاز ذا لارجست ديامتر. اوكي يبقى كل ما يكون الكولون واسع البوسيبيليتي اوف دايفرتيكولي بتقل، وكل ما يكون الكولون ضيق زي السيجمويد يبقى هو المنطقه اللي بيصير فيها دايفرتيكولار ديزيز. عشان هيك في حاجة اسمها law of la plaque او law of Laplace. انا بحب اقوله law of la plaque اللي هي الريليشن بين الperfusing pressure والtension والradius of the bowel. طبعا law of la plaque كمان اخدتوه اكيد بالفسيولوجي، اخدتوه في الكاردياك فسيولوجي وفي الهارت وليش بيصير dilatation of the heart. نفس الاشي في الكولون. يبقى law of Laplace is the relation between the pressure, the distending pressure of the colon مع التنشل
التنشن في الوول اوف ذا كولون على الراديوس اوف ذا كولون. يبقى البرفيوزنج بريشر البريشر انسايد ذا السيجمويد كولون از هاي لانه الراديوس بتاعه از سمول. يبقى كل ما يزيد البرفيوزنج بريشر يعني البريشر نيدد تو ديستند ذا سيجمويد از هاي pressure needed to distend the sigmoid is high because its radius is small. Okay? يبقى why the cecum مش diverticulate كتير فيه لأنه ال pressure needed to distend the cecum is not high. لأنه حجمه كبير فالبريشر اللي محتاجينه خفيف عشان ننفخه. أما السيجمويد بما أنه حجمه صغير فالpressure what is which is needed to distend the sigmoid is high. وهذا اللو اوف لابلاك. وفي كتير جراحين انا بلاش جراحين انا بحبه في ناس ما يعرفوش عنه خالص اللي هو what is the law of Laplace وهو a relation between the pressure in the colon tension in the wall of the colon وعكس على the radius of the colon. يبقى كل ما يزيد الراديوس يعني الكولون يكون عريض يبقى الديستندنج بريشر اللي نيدد تخليه ينفخ بيكون قليل. سيجمويد كولون الراديوس تاعه صغير فالبريشر نيدد تو ديستند از هاي فبصير عندنا دايفرتيكولر. اوكي يبقى سيجمويد كولون هاز ذا سمول دايامتر ريزلتنج ان هاي بريشر زون وبصير دايفرتيكولي. اوكي وزي ما اتفقنا وير the vasa recta enters weak spot بيطلع منها الدايفرتيكولي. قلنا ليش ما فيش في الانتي ميزنتريك بوردر اوف ذا باول ليش ما فيش دايفرتيكولي؟ لانه فيش فازا بريفيا فيش ارتري بتخش. وين في ارتري بيخش بيطلع دايفرتيكولي. فيش ارتري هناك يبقى الانتي ميزنتريك ما فيش فيها دايفرتيكولي. طيب الانسيدنس اوف دايفرتيكولار ديزيز انكريز وذ ايج. يبقى دايفرتيكولار ديزيز از ديزيز اوف elderly ترو اور فولس ترو ريرلي بيلو ذا ايج اوف 40 ييرز 5% اقل من 40 سنه من البيشنتس اللي عندهم دايفرتيكولار ديزيز. مهم نعرف انه عاده لما يكون البيشنت صغير فرصة انه يكون عنده دايفرتيكولا اكتر في الميل عن الفيميل. يعني young patients بيكونوا اكتر males من الفيميل. in young more in males in elderly more in females. يعني العمرهم اقل من 50 سنة دايفرتيكولار ديزيز اقل من 50 سنة اكتر في الميلز صح. والختايرة كتير كتير كبار بالسن بيكون أكتر في الفيميل. أوكي يبقى رير increase with age. الأجانب بيقولوا عليه it's like gray hair زي الشعر الأبيض. كل ما الواحد يكبر بصير شعره أبيض بيكون فرصة إنه يصير عنده diverticular disease بتكون هاي. موجود في 30 في بيكون في جيوب في القولون اللي اسمها diverticular disease. بتكون موجودة هاي دايفرتيكولي هاي دايفرتيكولي بتكون موجودة في 30% من البيبل at the age of 60 years و 60% at the age of 80 years. يعني كل ما تكبر كل ما يكون فرصة انه يجي دايفرتيكولر ديزيز اكتر. سيجمويد كولون affected in more than 95% of the cases. عشان اسمه عشان هيك اسمه سوري diverticular disease of the sigmoid لأنه اتفقنا إنه السيجمويد هو أصغر part of the colon في الديامتر فأكثر حاجة فيه diverticulary. معظم الحالات معظم الناس اللي عندهم diverticular disease بيكونوا asymptomatic ما عندهمش أعراض وعشرة لعشرين في المية من اللي عندهم diverticulary بيكونوا symptomatic. يبقى
most people who have diverticulae صورتهم سي تي عملت لهم صورة بالأشعة بالصبغة باريوم إنما ولقيت موجود الدايفرتيكولار ديزيز تسألهم في أعراض بيقول لك فيش أعراض اللي عندهم أعراض نسبتهم 10 لـ 20% only. Why sigmoid colon is the most affected? حكينا narrow diameter, high intraluminal pressure, اتفقنا according to law of Laplace اللي هو relation بين perfusion pressure تساوي tension على radius of the colon. Segmental contractions فظيعة في السيجمويد كولون trying to expel أو تطرد الستول. Constipation و increase fat in stool ممكن إلها سبب. Obesity, lack of exercise ممكن تكون من الأسباب. لكن لما نيجي إحنا بالامتحان ونسألك ليش سوري سيجمويد كولون most affected لأنه بتقول لي the narrowest diameter ولأنه في a lot of segmental contractions وفي constipation و lack of obesity و lack of exercise كلها عوامل وفي عوامل تانية كمان مكتوبة في الكتب أنا مش هحكي عليها إنه ممكن تكون من أسباب ال diverticular disease. وعرفنا ال law of Laplace اللي هو ال relation اللي حكينا عنه. يبقى ال definitions هذه كتير مهمة لأن أنا بجيبها في الامتحانات. Diverticulosis يبقى لازم تعرف لما أقول لك diverticulosis يبقى العيان عنده diverticuli بس ما عندوش أعراض. Diverticular disease يبقى في الdiverticuli are symptomatic. يبقى ايش الفرق بين diverticulosis العيان هذا عنده diverticulosis يا دكتور يبقى عملنا له صورة ولقينا diverticuli موجود. لو واحد عنده صورناه ولقينا عنده جول ستونز يبقى هذا وما عندوش اعراض يبقى هذه اسمها asymptomatic جول بلادر ستونز. صورت واحد عنده لقيت عنده حصوات في المراره وانت هو بشكيش منها خالص يبقى هذه asymptomatic. صورت واحد بصوره سي تي لقيت عنده diverticular disease لكن ما عندوش اعراض يبقى هذه اسمها diverticulosis. عنده diverticuli وعامله symptoms يبقى اسمها diverticular disease يبقى symptomatic. Diverticulitis هذه complication يبقى صار inflammation of the diverticuli يبقى diverticulitis means the diverticuli زي appendicitis is inflamed. Diverticular disease عاملة أعراض عاملة نفخة وجع في الناحية الشمال من تحت من البطن وين الستيجمويد كولون يبقى واحد بيقول لك بطني من تحت بيجعني يا دكتور دائما منفوخ دائما بطلع ريح كتير عمره 60 سنة بتقول والله ممكن يكون عنده diverticular disease لما عملت له منظار لقيت الجيوب يبقى عنده diverticular disease. واحد ما عندوش اشي وانت عملت له screening colonoscopy عملت له منظار عشان بس تتأكد انه فيش عنده كانسر يعني تعرف انه فيه بالكولون كانسر screening colonoscopy وهذا بيحصل على قلنا بعد 50 سنة فانت عملت له منظار لقيت عنده ال diverticuli يبقى هذا اسمه عنده diverticulosis لانه ما عندش عاملة أعراض. إذا كان عنده أعراض يبقى هذا اسمه diverticular disease وإذا صار inflammation يبقى اسمه diverticulitis. يبقى diverticular disease 70% منهم are uncomplicated. أوكي يبقى uncomplicated يعني ما فيش فيها complication يعني شوية مغص في الناحية الشمال من تحت شوية نفخة شوية constipation هذا اسمه uncomplicated diverticular disease. يعني إذا صار bleeding هذه complication يبقى diverticular bleed بيحصل في تقريبا 10% أو 5 لـ 15% من الكيسز بيصير عندهم bleeding. أوكي أو inflammation itis يعني inflammation في الdiverticuli هذا بيحصل تقريبا في ربع الكيسز يبقى diverticulitis موجود في ربع الكيسز. الايتس يعني انفلاميشن غالبيتهم uncomplicated. Uncomplicated يعني في تندر في الليفت اليك فوسا الوايت سيل كاونت عالي شويه وبتجعه وعنده شويه حراره يبقى لكن ما فيش اكتر من هيك صورت ما لقيتش حاجه سيريس يبقى هذا اسمه uncomplicated diverticulitis وهذا في ثلاث ارباع الحالات. Complicated
دايفرتيكولايتس يعني التهبت لكن عامله كومبليكيشن، يبقى هذا مور سيريس. عملت بيرفوريشن يعني بيرفوريتد كولون، عملت ناسور مع الامعاء الرفيعه او مع اليورينال بلادر يبقى عمل فيستولا، او عملت ابسس، او عملت انتستاينال اوبستراكشن، يبقى هذه كلها كومبليكيتد دايفرتيكولار ديزيز. تمام، يبقى معظم حالات الدايفرتيكولار ديزيز اتفقنا بيكونوا اسيمتوماتيك، 80% اسيمتوماتيك، 20% بيكونوا سيمتوماتيك. ال 20% السيمتوماتيك 70% منهم بيكونوا uncomplicated، يعني شوية مغص وشوية كذا، شوية مغص ونفخة وكذا في الناحية الشمال من تحت، و20 ل 30% complication. complication حاجتين، يا bleeding يا التهاب. البليدنج ممكن يكون سيفير وهنحكي عنه هالقيت، وهذا ب 10% تقريبا، ودايفرتيكولايتس يعني التهاب. اوكي، والالتهاب هذا معظمه بيكون سيمبل، شويه انتيبيوتيك وباول ريست وخلص، وممكن يكون كومبليكيتد بيحتاج الى انترفنشن، ممكن يحتاج تشفيط اسبريشن، ممكن يحتاج عمليه، يبقى هذا اسمه كومبليكيتد دايفرتيكولار ديزيز. يبقى دايفرتيكولوزز دايفرتيكولي ار بريزنت، يبقى دايفرتيكولي ار سوري نرجع تاني دايفرتيكولي ار بريزنت، يبقى هذا اسمه دايفرتيكولار ديزيز. اي سيمبتوماتيك اتفقنا 70%، بليدنج 10%، دايفرتيكولايتس يا سيمبل اللي قلت انا عليه uncomplicated diverticulitis محتاج له انتبيوتيك وراحه، صومه يوم يومين وخلص، وكومبليكيتد اللي قلنا عليهم عامل الحاجات الثانيه. يبقى الكومبليكيشن ممكن يكون بليدنج، وممكن يكون perforation او التهاب diverticulitis. طيب نفس الكلام انا بعيد، دايفرتيكولايتس سيمبل وكومبليكيتد، لما كومبليكيتد ممكن يعمل فيستيولا، ممكن يعمل ابسس، يعمل فري بيرفوريشن، ممكن يعمل انتستاينال ابستراكشن، ممكن يعمل بليدنج. يبقى هذا بالنسبه للدايفرتيكولايتس، في سيمبل وفي كومبليكيتد. كومبليكيتد يعني ايش؟ ابسس وفيستيولا وبيرفوريشن وانتستاينال ابستراكشن. طبعا انتستاينال ابستراكشن تقلق، واحد تعمل له تصوير او وتلاقي منطقه ضيقه في الكولون، او تعمل سي تي، فانت ممكن مرات تلخبطك مع كانسر كولون، عشان هيك بتصير محتاج تاخذ بايوبسي عشان تفرق بين دايفرتيكولار ستريكشر ومالجنانت ستريكشر. يبقى الان كومبليكيتد دايفرتيكولايتس معناته العيان الدايفرتيكول التهب، يبقى اسمها ليفت سايدد ابندسايتس، يعني زي اعراض الزايده بس في الشمال. يبقى اي واحد بيجيك على المستشفى ست او راجل فوق ال50 وتحس بطنه، تلاقي في تندرنس، ريباوند، جاردنج، ريجيديتي في الليفت اليك فوسه مش في الرايت، يبقى هذا بيكون يوجوالي دايفرتيكولايتس اوف ذا سيجمويد كولون. معظمهم 70% زي ما اتفقنا ممكن يكون simple diverticulitis or just needs bowel rest. يبقى uncomplicated diverticulitis أكيد إنه أعراض زايدة في الناحية الشمال. diverticulitis without abscess formation لأنها uncomplicated. لو في abscess يبقى صارت complicated diverticular disease. يبقى إيش الترياد of uncomplicated diverticulitis؟ بيصير في عنا ثلاث حاجات. ايش بصير عندنا؟ ابدومينال بين في الليفت الياك فوسا، فيفر، وليكوسايتوزيس. يبقى هدول الثلاثة الكلاسيكال تراياد الموجودة في الان كومبليكيتد دايفرتيكولايتس. ثلاث حاجات، بين في الليفت الياك فوسا، تندرنس، جاردنج، فيفر، ليكوسايتوزيس. اي عيان عنده الحاجات هذه يبقى احنا بنقول عليه كلاسيكال تراياد. هل كلهم كلاسيكال؟ لا، ممكن العيانين يجوا يشكوا من حاجات تانية. ايش بيشكوا؟ atypical symptoms. زي ايش يا دكتور atypical symptoms؟ frequency، urgency، diarrhea، constipation،
نوزيا، كل هذه أعراض اتيبيكال مش دائما موجودة. في حاجة اسمها هنشي classification of diverticular of complicated diverticular disease. يبقى الهنشي 1 في small abscess، وممكن يكون paracolic abscess، peri diverticular abscess، أو في الميزوكولون abscess، يعني abscess صغير. هنشي 2 بيكون abscess كبير، pelvic abscess. هنشي 3 perulent peritonitis، يعني في بيطلع في pus من الدايفرتيكولي اللي فائع، اوكي؟ يبقى هذا اسمه perulent peritonitis. هنشي 4 fecal peritonitis، يعني بيطلع ستول زي ما انت شايف بالرسمه. يبقى هنشي 3 وهنشي 4 هذول باد، يعني peritonitis يا perulent pus يا fecal stool، هذول معناته operation urgent operation، بموت العيان. هنشي 1 وهنشي 2 في ابسس، فالابسس ممكن تعالجه بالاسبيريشن، تشفط الابسس وتعطيه انتيبيوتيك اند ذاتس ات. يبقى هذه الهنشي كلاسيفيكيشن بنحبها ونجيبها بالاسئله في الامتحانات، فيها 4 تايبس اوف، يعني تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4، depends on the severity of perforation. كلهم فيهم perforation وطلع diverticulitis، لكن الثلاثة وأربعة serious ممكن يموت وبده urgent surgery، واحد واثنين ممكن antibiotics وتشفيط ultrasound guided aspiration أو CT guided aspiration من غير ما نعمل أكتر من هيك. اوكي، يبقى هذا الهنشي والاربع انواع of the هنشي classification. pathophysiology of diverticulitis، يبقى قلنا diverticulitis خلص قلنا فيها complicated diverticular disease، يا bleeding يا itis يا inflammation. قلنا البليدنج 10% والدايفرتيكولايتس 25 20%. دايفرتيكولايتس خلص اي واحد عنده تندر ليفت الياك فوسة مع حرارة مع ليكوسايتوزيس يعني عنده دايفرتيكولايتس. دايفرتيكولايتس بالنسبة لك ايش يعني؟ يعني في perforation صار. Once we say diverticulitis it means the colon is perforated. اوكي؟ يبقى it is micro or macro perforation of the diverticulum. يبقى diverticulitis micro، خرم صغير او كبير. خرم كبير هيعمل لك فيكال او بيريولانت بيروتونايتس، خرق صغير هيعمل انفلاميشن بس. اوكي، يبقى the cause is micro or macro perforation of the diverticulum. obstruction of the diverticulum by hard stool اسمه فيكوليس، هي ستول جاي في الدايفرتيكولم زودت البريشر في الدايفرتيكولم صار perforation. يبقى هذا ثيوري ليش يصير الدايفرتيكولايتس. عندنا تو ثيوريز، يا الستول لزق في الدايفرتيكولوم وزود البريشر في الدايفرتيكولوم وادى الى البرفوريشن، او ايروجن اوف ذا دايفرتيكولار وول باي انكريز انترليومينال بريشر ادت الى انفلاميشن وادت الى برفوريشن. يبقى عندنا تو ثيوريز ليش بصير البرفوريشن في الدايفرتيكولايتس. انت هقول لك انه دايفيتايتس يعني في بيرفوريشن، عادة للبيرفوريشن في اكثر من 70% بيكون خرم صغير مايكرو بيرفوريشن. ليش صار البيرفوريشن؟ الستول دخلت في الدايفرتيكولم وزودت البريشر ادت الى بيرفوريشن، او التهاب في الدايفرتيكولم ادى الى بيرفوريشن. تمام، يبقى في بيرفوريشن. اذا البيرفوريشن كبير هيعمل هنشي ثلاثة وأربعة وهيعملنا بيريتونايتس. تمام، طيب كيف بنشخصه؟ بالأشعة بلين فيلم أبدومين. طبعا بنعمل كلنا بنعمل صورة عشان نشوف إذا في اير أندر دايفراغ يعني بيرفوريشن، ونشوف إذا في الدايفرتيكولا اتسلف يعني هذا الكولون وهذا السمول انتستين. أوكي، هذا الكولون. نعمل ألترا ساوند، الالترا ساوند بنشوف اذا في
fluid outside the diverticulum وممكن نشوف ال diverticula itself. لكن ال best way to diagnose ال diverticular disease is CT scan. يبقى what is the golden standard method to diagnose and diverticular disease is CT. طبعا احنا ما بنعملش CT لواحد عنده عشان نشوف انه عنده جيوب ولا لا. احنا لما يكون عنده complication يعني واحد عنده tenderness او حراره في الليفت اليك فوسا وفيفر وليكوسايتوزز انت شكيت في diverticulitis يبقى كيف بنشخصه؟ بالاشعه ولا بالالتراساوند ولا بالسي تي؟ لا السي تي. يبقى احسن شيء لتشخيص الدايفرتيكولايتس والكومبليكيتد دايفرتيكولار ديزيز از باي سي تي. السي تي بتوريك وين الدايفرتيكولار ديزيز موجود بالضبط والسيفيريتي اوف ذا دايفرتيكولار ديزيز يعني مش وين موجود وبس وقديش السيفيريتي تاعته وكمان بتقول لك اذا الدايفرتيكولم اتسلف عامل كومبليكيشن اذا عامل فري بيرفوريشن اذا عامل فيستولا مع اليورينري بلادر كولوفازايكال فيستولا او عامل فيستولا مع السمول انتستين كولو انتريك فيستولا كله هذا بنشاف في السي تي يبقى الجولد ستاندرد از سي تي. طب المنظار يا دكتور طب انت بتقول لي المنظار اهم شيء في تشخيص الكانسر كولون في الدايفرتيكولايتس وفي التهاب بنخاف نعمل منظار لانه ممكن يكون الطريق فيها انفلاميشن وانت دعم تدخل المنظار يصير عنده بيرفوريشن. يبقى في الدايفرتيكولايتس ما بنحبش نعمل منظار بنعمله امتى؟ بعد شهر ونص. ليش بنعمل منظار بعد شهر ونص؟ عشان نشوف اذا في اوبستراكشن ولا لا وعشان ناخذ عينه لو شاكين في كانسر وبيكون الالتهاب هدي. يبقى وين دو وي دو كولونوسكوبي ان دايفرتيكولايتس؟ يعني نحضره ثاني يوم يا دكتور؟ لا طبعا لازم نستنى 6 أسابيع لما يكون القولون ملتهب في دايفرتيكولايتس عشان ما يصيرش بيرفوريشن وباريوم انما صوره بالصبغه عشان برضه نشوف الكولون. يبقى هنا دايفرتيكولار ديزيز هذا هي دايفرتيكولار فيستول هي مالتيبل دايفرتيكولي شايفين مرات بتفكروها الطريق هي هنا الكولون وهنا دايفرتيكولار وفي بليد يبقى هذا دايفرتيكولار ديزيز صوره باريوم انما بالصبغه بنحط صبغه من الانال كانال يبقى اسمها ممكن تكون سنجل كونتراست باريوم بس دبل كونتراست باريوم بعدين اير يبقى الباريوم انما في تو تايبس سنجل كونتراست عباره عن بس تحط الباريوم الابيض اللي انت شايفه هذا دبل كونتراست تحقن بعد ما تقيم تحط الباريوم وتخليه ينزل تنفخ هواء عشان تشوف الميوكوزا وتشوف الحاجات البرفوريشن وهيك تشوف الايش الدايفرتيكولي وهنا بالسي تي شايف الدايفرتيكولي طبعا في كونتراست لانه في ابيض في الكولون يبقى ممكن نعمل باريوم انما ممكن نعمل سي تي ممكن نعمل منظار اذا ما كناش خايفين ما كانش التهاب ممكن نعمل منظار من غير التهاب اذا في التهاب نستنى 6 أسابيع زي ما اتفقنا اوكي يبقى باريوم انما سنجل اور دبل كونتراست مين احسن دبل كونتراست يعني نحط باريوم بعدين نحط هواء او نعمل سي تي اللي قلنا عليه الجولد ستاندرد ميثود. تريتمنت احنا تريتمنت بدناش نحكي عنه تفاصيل لانه التريتمنت هذا تاع سلاساتسا لكن نعطي هاي فايبر دايت خضار وفاكهه شوف ما احلى هالالوان بالكينج ايجنت تكبر حجم البراز وفي دواء اسمه كولوتال ميبيفيرين هيدروكلورايد منه في عيار 135 في عيار 200 بقلل التنشن انسايد ذا باول وول فبقلل الفرصه انه يطلع دايفرتيكولار ديزيز وبتقلل اعراضها. الكولوتال هذا دواء موجود في السوق في غزه برا اسمه له اسماء ثانيه هو التركيبه العلميه ماده اسمها ميبيفيرين هيدروكلورايد المفروض اخذتوه في الفارما بعرفش اخذتوه ولا ما اخذتوهوش اني هاو. طيب يبقى دايفرتيكولايتس انه الدايفرتيكولي ار انفلامد شايفين هذا هي دايفرتيكولم دايفرتيكولم دايفرتيكولي اوف ذا كولون. نعملش منظار في وجود الدايفرتيكولايتس ميبي هازاردس خطر ممكن تعمل بيرفوريشن عشان هيك بنستنى 6 أسابيع وبنعمل المنظار بعد 6 أسابيع ممكن يصير عندنا بليدنج اتفقنا. يبقى هذه صورة باريوم زي ما انتم شايفين باريوم انما قلنا بنحقن باريوم بعدين بنخلي العيان يتسير وبعدين بنحقن هواء
زي ما انتم شايفين a lot of diverticulae موجودة الجيوب في الخلون، وهنا في عنا fistula أو perforation، الصبغة أو الكونتراست طالع برا الباول، يبقى صار عنا complication وصار في perforation. نفس الصور اللي بحب أحط لكم صور كتير، تشوفوا الدايفرتيكولي تشوفوا شكلها. هنا التهاب، طبعا التهاب يبقى خلص التهاب تندر اشي، اللي بنعمل سي تي، سي تي عشان نشوف قلنا في دايفرتيكولايتس ولا لا، تشوف اللوكيشن وتشوف السيفيريتي وتشوف موصلة عاملة مثلا ابسس او عاملة فيستيلا، يبقى هذا كله بنعمله بالسي تي. كمان تريتمنت ممكن نعمل سي تي جايدد اسبيريشن، نشفط الصديد بالسي تي. يبقى سي تي نوت اونلي دايجنوستيك، برضه ثيرابيوتيك كمان، مش بس بيوريك الباول انه في دايفرتيكولي والسيفيريتي بتاعتها، كمان بيوريك الكومبليكيشن بتاعتها الابسس او الفيستيلا فورميشن. تريتمنت زي ما اتفقنا انتيبايوتيك وباول ريست في معظمهم، لكن بعد اذا كان اكثر من هيك ممكن يحتاج عمليات اكوردنج تو هنشي كلاسيفيكيشن، مش هنحكي كتير على تريتمنت. لكن بدنا نعرف what are the complication of diverticular disease، ايش المضاعفات. اتفقنا bleeding fistula obstruction abscess inflammation، يبقى اهم اشي diverticulitis inflammation والbleeding. لكن ممكن تعمل colon obstruction وتفكرها بكانسر، ممكن تعمل fistula وممكن تعمل abscess. اوكي، يبقى هنا المنطقة السيجمويد كولون زي ما انتم شايفين، وقلنا يا خرم صغير مايكرو بيرفوريشن في الغالب او ماكرو بيرفوريشن. اذا البيرفوريشن فتح على السكين يبقى عمل كولو كوتينيوس فيستيلا، فتح على سمول انتستين كولو انتريك فيستيلا، فتح على اليورينري بلادر كولو فازايكال فيستيلا. اوكي طيب، دايفرتيكولار بليد، بليدنج من الدايفرتيكولار طبعا كومون، اكثر منطقه بتنزف سيجمويد لانه اكثر منطقه فيها دايفرتيكولي، بس السيفير دايفر بليدنج بيكون عاده من رايت سايد دايفرتيكولار، وبينفعش واحد يكون عنده انفلاميشن وبليدنج ات ذا سيم تايم، عاده يا عنده التهاب دايفرتيكولايتس يا عنده بليدنج، بيطلعش عنده التنين، يعني عيان عنده دايفرتيكولار ديزيز وصار كومبليكيشن، يا بصير بليدنج يا انفلاميشن، بصيرش التنين ات ذا سيم تايم. الرايت سايد بليد مور سيفير، يبقى الدايفرتيكولي في الرايت سايد مور سيفير. ليش؟ لانه الدايفرتيكولم بيكون واسع كتير، والفازا ريكتال بلاد فيسل شايفينه ماشي سب ميوكوزالي، الارتري ماشي، فبيحصل له ايروجين وبصير بليدي. اوكي، يبقى لانه وايد اليومن ولانه الفازا ريكتا شايفينه هيو سب كوتينيوس، فهنا على طول بنجرح وبصير بليدي. يبقى دايفرتيكولار بليد نص الماسيف لور جي اي بليدنج او اكثر سببها دايفرتيكولار ديزيز، عاده بينلس، يعني واحد عنده دايفرتيكولم ونزف ما بيكونش عنده دايفرتيكولايتس، ما بيكونش عنده بين، يعني يا دايفرتيكولايتس يا بليدنج، بينلس بليدنج، زي البيبتيك السر بليدنج، زي الهيماتيميسيز والملينا تاع الواحد عنده قرحه في المعده او الاثنا عشر، قلنا هناك بنقول فيهم 80 90% منهم البيشنت هاز ستوبت بليدنج باي ذا تايم هي ريتش ذا هوسبيتال، وصل المستشفى بيكون وقف البليدنج. نفس الفكره في البليدنج دايفرتيكولار ديزيز، معظمهم بيوقف لحاله بينزف وبوقف لحاله، يبقى ستوب spontaneously في 90% من الكيسز. more common right sided diverticular بيكون more severe، ممكن ينزف تاني ري بليد، وما فيش inflammation مع bleeding at the same time. fistula ماسور ممكن يفتح زي ما اتفقنا على urinary bladder colo vesical، على skin colo cutaneous، على الامعاء الرفيعه colo enteric، او يفتح على الفاجينا بالفيميلز colo vaginal. بينفع يا دكتور كولو فاجينال؟ اه بينفع، بصير الستول يطلع من الفاجينا. طب مين بصير عنده؟ طب الدايفرتيكولم في السيجمويد والفاجينا تحت، كيف بده يوصل السيجمويد على الفاجينا؟ مش هيوصل لانه بالنص في الرحم في يوترس، فما بصيرش كولو فاجينال
الا في الستات اللي عاملين هيستريكتومي، شايلين الرحم. يبقى كولو فاجينال فيستولا بتحصل في الستات اللي عاملين هيستريكتومي، اذروايز اليوترس جاي بين السيجمويد وبين الفاجينا، فمش ممكن يصير فيستولا. طبعا قلنا داي فيرتيكولار ابسس وعرفنا، والابسس بنعمل له شفط، وفي عمليه اسمها هارتمان. احنا مش هنحكي على العمليات، بس الهارتمان اوبريشن يعني المنطقه اللي فيها الداي فيرتيكولار بنقصها بنشيلها. اوكي، يعني لو احنا شفنا، يبقى المنطقه اللي فيها الداي فيرتيكولي بنشيلها، هذه المنطقه اللي هنا مثلا، سوري خلينا بالرسمه هذه. يبقى منطقه الداي فيرتيكولار ديزيز، المنطقه المصابه بنقصها ونشيلها، الديستال ريكتال ستامب بنسكره وبنطلع كولوستومي من البروكسيمال كولون. بهذه اسمها هارتمان اوبريشن مهمه. هارتمان اوبريشن مينز ذا ديزيز سيجمنت سيجمويد اللي فيها الوت اوف دايفرتيكل وعامله بيرفوريشن مثلا، بنقصها وبنشيلها وبنسكر الريكتال ستامب وبنطلع البروكسيمال كولون كولوستومي. ممكن نعملها كمان في الكانسر كولون، واحد عنده اوبستراكتد كانسر كولون، نفس الفكره، بنسكر الريكتال ستامب وبنشيل الكانسر وبنطلع كولوستومي. هذه اسمها هارتمان بروسيجر. طيب مش هنحكي الانديكيشن اوف سيرجري، هذا شغل سنه سادسه. برنسبلز اوف ريسكشن في الدايفرتيكولار ديزيز، بدنا نشيل المنطقه اللي فيها الدايفرتيكولي، مش شرط نشيل كل الدايفرتيكولي، ولازم يكون الديستال مارجن في الريكتم، مش مهم كتير الكلام هذا الكم حاليا. بدنا نحكي انه حاجه سلايدين ثلاثه على السمول باول دايفرتيكولي، لانه لو عنده تقول لك بيحكي لك عن دايفرتيكولار ديزيز، ممكن يقول لك طب هو بس الدايفرتيكولي موجوده في السيجمويد او في الكولون؟ تقول له لا، في سمول باول دايفرتيكولي. طب وين موجوده يا دكتور في السمول باول؟ بتقول له اكثر حاجه الدايفرتيكولي موجوده في الفيسينيتي اوف ذا امبولا اوف فاتر. فيسينيتي يعني محيط الامبولا اوف فاتر، هذه اكثر دايفرتيكولي في الموجوده في السمول انتستين، يبقى دودينال دايفرتيكولي. وممكن تكون جيجينال او ممكن تكون اليان، وعندنا اخر واحد اللي ممكن يسالوا عليه اللي يقول لك الميكلز دايفرتيكولي. يبقى سمول باول دايفرتيكولي موجوده في 5% اوف بيبل، و7% من الناس اللي بنعملهم منظار للقنوات المراريه اللي اسمه اي ار سي بي اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكريتوغرافي، نيجي نعمل منظار لل 12 عشان نشوف القناه المراريه اللي هي السكند، في اللي قلنا في البوستروميديال اسبكت او سكند بارت اوف دودينام بلو الميدل، موجوده الامبولا اوف فاتر، فبنلاقي دايفرتيكولم، بصعب علي المنظار. يبقى سمول باول دايفرتيكولا زي الكولون دايفرتيكولا، معظمهم ار اي سيمتوماتيك، اي سيمتوماتيك في موست بيبل، نسبه بسيطه 5% بيكونوا سيمتوماتيك، ممكن يكونوا كونجينيتال او اكواير، ترو تراكشن يعني كل اللايرز، وفولس زي السيجمويد دايفرتيكولي بالشن دايفرتيكولي عباره عن ميكوزا وسب ميكوزا وفش فيها مصل. اكثر منطقه فيها سمول باول دايفرتيكولا اتفقنا في الفيسينيتي اوف ذا ديودينام، حوالين الديودينام. اوكي، يبقى دايفرتيكولي اوف ذا سمول انتستين في الديودينام، والديودينال دايفرتيكولي بنعرفها بنعملها خلال منظار الاي ار سي بي عشان القنوات المراريه، وبتخلي بتصعب المنظار، وعادة كونسرفاتيف والسيمتوماتيك بس في 1%. بس يعني نعرف اكثر دايفرتيكولي في السمول انتستين موجوده حوالين الامبولا اوف فاتر، وبتكون انه اي سيمتوماتيك بتصعب المنظار. جوجينو واليال دايفرتيكولي، في امعاء رفيعه فوق وفي الاليام تحت. تعرفين الجوجينم حوالي 40% من السمول انتستين، والاليام 60% من السمول انتستين. معظم السمول باول دايفرتيكولا بتكون فوق في الجيجينم، طبعا دودينم بعدين جيجينم واقل منطقه الاليا. يبقى هذا الجيجينم والاليا الدايفرتيكولي 25% من الدايفرتيكولي في السمول انتستين، برضه نسبه بسيطه زي السيجمويد كولون بتكون سيمتوماتيك، مالتيبل 80% في الجيجينم و15 في الايش؟ في الاليا، وممكن يكونوا موجوده في جيجينم واليا. يعني السمول باول دايفرتيكولي اكثر شيء ديودينم، وراها جيجنم وراها اليان. اوكي، في الجيجنم في الديودينم وين؟ عند الامبولا.
جيجنم اكثر من اليوم، 80% جيجنم و20% اليوم. وبنعمل نصورها بنشوفها بالسي تي وغالبا او بالصوره، وغالبا بدهاش تريتمنت في معظم الحالات. اخر شيء الميكلز دايفرتيكولر. ميكلز ممكن كثير، لما يقول لك طب في دايفرتيكولر ثانيه بتقول لي ميكلز. is the most common congenital small bowel abnormality. يبقى اكثر حاجه congenital في السمول باول الميكلز. account 25% من small bowel diverticular. معلش مرشح اكاونت في 25% او سمول باول دايفرتيكلي، يبقى الديدنم 50%، جيجنن وإليا 25 وميكلز 25. هو عبارة عن البروكسيمال بورشن او فيتيلو انتستاينال داكت، موجود دايما في الانتي ميزنتريك بوردر، اوكير اونلي في الانتي ميزنتريك بوردر اوف دي تيرمينال إليا. طبعا ليش انتي ميزنتريك؟ لانه هو كونجينيتال في كل layers of the bowel، يبقى true traction diverticular. بيكون موجود 2 feet 60 سنتي away from the ileocecal valve، وطوله عادة 2 inch. وبيكون في 2 types of mucosa، gastric 75% و pancreatic 15%. عشان هيك gastric mucosa في 75%، يبقى عشان هيك بنشوف بنزف. ليش بنزف؟ لانه في جاستريك، يبقى الميكلز دايفرتيكولم بيعمل بليدنج او ايتس او انفلاميشن. بليدنج ميكلز اكثر شيء في الاطفال الصغار. ليش في؟ لانه في جاستريك ميكوزا، يعني ممكن يصير في السر زي الدودنم والستومك، عشان هيك ممكن ينزف زي الستومك جاستريك ودودنال السر. يبقى في رول اوف تو بحبوا الدكاتره يقولوا لكم اياها. ايش الرول اوف تو في الميكلز؟ شايفين سمول انتستين، انتي ميزنتريك بوردر فيها الدايفرتيكولم، ممكن يكون النيك تاعه وايد وممكن يكون تاعه النيك نارو. مين اخطر؟ طبعا لما يكون النيك وايد اصعب العمليات من ما يكون النيك نارو. يبقى هنا النيك تاعه وايد في معظم الحالات، ممكن نعمل بس نقصه زي هيك، نعمل له ميكلز دايفرتيكليكتومي، نشيل الميكلز. اوكي، ميكل اوكير توايس از كومون ان ميلز، يعني بويز تو جيرلز الرول اوف تو، بويز دبل الفيميل. عاده موجود في 2% من البوبوليشن، وفي سيمتوماتيك 2% من ال 2%، يا 2% من البيبل عندهم ميكلز، 2% بيكونوا سيمتوماتيك، بيكون عاده في اول سنتين من الحياه، طوله 2 انش وبعيد 2 فيت عن الاليوسيكال فالف. وفي 2 تايبس اوف ميوكوزا اللي هم قلنا جاستريك وبنكرياتيك ميوكوزا. طيب سيمتومز بليدنج وايتس، بليدنج في التشيلدرن ودايفرتيكولايتس في التشيلدرن وفي الادلت. وممكن لو واحد يكون عنده ميكلز دايفرتيكولايتس ما تعرفش تفرقه عن الزايده، عشان هيك زمان في التراديشنال تيتشنج كنا لما نقول انه فتحنا عيان انه زايده ولقينا الزايده مش ملتهبه، يبقى ممكن يكون كان عنده ميكلز دايفرتيكولايتس، فلازم نفتح نشد التيرمينال اليوم 60 سم من الاليوسيكال فالف ندور في ميكلز وهل هو ملتهب ولا لا. هل انت طبعا صرنا المفروض انه ما نفتحش عمليه زايده الا متاكدين من التشخيص بالسي تي وبالالترا ساوند، مش زي زمان كنا نعمل عمليات زايده وتطلع نورمال. وكان زمان حتى يقولوا 1 ان 5 نورمال ابندكس، يعني كل 5 حالات زايده لو واحده طلعت نورمال اكسبتد. طبعا الكلام هذا نوت اكسبتد اني مور، ما ينفعش نعمل عمليه زايده وتكون مش ملتهبه، لازم اذا انا ان داوت اتاكد من التشخيص بالسي تي وبالالترا ساوند قبل ما افتح. اوكي طيب، يبقى بليدنج ودايفرتيكولايتس هم اكثر مشاكل من الميكلز. طبعا ممكن يصير انتسسبشن وفولفولاس برضو. كيف بنشخصه؟ في انجيوغرافي ديورينج ذا اتاك او في تكنيتيوم 99 سكان، وهذا مهم. التكنيتيوم 99 سكان بتشوف الميكلز زي هنا مثلا، شايف الميكلز منطقة السبوت
اللي هي بتنزف. طبعا احنا بنشوف الجاستريك ميوكوزا، عشان هيك السمك باينه، وليس الميكلز اتسلف. يبقى الميكلز تكنيتيوم سكان بيشوف الجاستريك ميوكوزا اللي موجوده في الميكلز، وهي اللي بتنشاف، مش انه هو بنزف ولا لا. يبقى احنا واحد بنزف من تحت طفل خايفين يكون عنده ميكلز، نعمل له تكنيتيوم سكان اللي هو 99 سكان عشان نشوف انه فيها، اذا كان في جاستريك ميوكوزا هيبان، يبقى انه عنده ميكلز. اذا ما فيش، لكن ما بنعرفش انه بنزف ولا لا بالميكلز سكان. هيك خلصنا السمول باول دايفرتيكولي، وخلصنا التريتمنت. طبعا نشيل الميكلز، هاي الميكلز بنروح قصينه شايلينه، اوكي. او ممكن مرات نعمل سمول باول انستوموزز، يعني نقص من هنا ونقص من هنا ونوصل، اوكي. يبقى هذا بالنسبه للميكلز دايفرتيكولم. هيك خلصنا محاضره اليوم اللي هي الدايفرتيكولر اوف ذا كولون، حكينا شويه على الدايفرتيكولي اوف the small intestine. هيقول لك بس هدول يا دكتور لو بده يتفلسف اكثر في اوسوفيجيال دايفرتيكولي، منهم اللي في الابر اوسوفيجس اسمه زينكر، وفي ميد اوسوفيجيال دايفرتيكولم هذا ترو، في الابر واللور اند اوف ذا اوسوفيجس بيكون فولس دايفرتيكولم، اما في النص الاوسوفيجس بيكون اسمه تراكشن دايفرتيكولم من الليمف نودز اللي زي في حالات التي بي. هدول الانواع اللي موجوده، زينكرز دايفرتيكولم في الابر اوسوفيجاس، وفي دايفرتيكولم في اللور اوسوفيجاس، هدول بيكونوا فولس، وفي النص الاوسوفيجاس بيكون ترو. هيك خلصنا المحاضره ونشوفكم نيكست تايم.